واحد يقول لماذا نخاف من قراءة سفر الرؤيا لأنه مليء بالمفاجآت اللي قال عنها رب المجد؟ مين قال ان احنا بنخاف؟ وهل تحقق بعض اشياء من سفر الرؤيا؟ لا طبعا، في اشياء تحققت واشياء لم تتحقق، واشياء هتنتهي في اخر الزمان خالص. زي مثلا في رؤيا 2010، وابليس الذي كان يضرهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي. طبعا دي لسه ما جاتش معك. في بعض حاجات او الويلات الموجودة في رؤيا اصحاح 7 و8 لسه ما جاتش.